معلوماتي عن قضية تيران وصنافير ان طعن الحكومة اترفض وان المحكمة الادارية العليا ايدت الحكم السابق، بمعنى ادق ان سيادة القاضي احمد الشاذلي اي ايد حكم القاضي يحيى التكرولي. تمام. وبناء عليه اصبحت اتفاقية تيران وصنافير هي والعدم سواء، معدومة والمعدوم في القانون لا يولد اثر. حلو جدا. وكأنه لم يكن في يوم من الايام. هذه الاتفاقية اصبحت ذكرى لن تعود باذن الله ولن تنفذ على ارض الواقع. صدر حكم قطعي موضوعي بات ونهائي من المحكمة الادارية العليا، فلا يجوز ولا يحق لأي محكمة اخرى ان تتطرق لحجية هذه الحكم او تنال منها او تعطلها او توقف تنفيذها، لان ما زالت حجية حكم المحكمة الادارية العليا نافذة ويحظر على مجلس النواب بالتالي ويحظر على محكمة الأمور المستعجلة التطرق إلى هذه الاتفاقية سواء في مجلس النواب أو في محكمة الأمور المستعجلة. لا يجوز أن يصدر حكم بمثل الحكم الذي صدر بإزالة مسببات وأسباب حكم الإدارية العليا. هذا عبث قانوني، وأول مرة القضاء المصري يشهد حكم مثل هذا الحكم، وأول مرة محكمة أمور مستعجلة يرأسها قاضي جزئي في محكمة جزئية مستعجلة. لا يجوز له أن يتطرق إلى موضوع الدعوة ولكن ينظر في حالة الاستعجال فقط وفقا لحالة الضرورة وحالة الاستعجال وبشروط محددة. وطالما أن هناك حكم من المحكمة الإدارية العليا قطع نهائي بمصرية الجزيرتين وبطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على الاتفاقية، فيحظر تماما وفقا للدستور والقانون على محكمة الأمور المستعجلة أن تنظر هذه الدعوة أو تفصل فيها بحكم، وهذا ليس حكم ولكنه حكم معدوم.